اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. هعلمكم فيه كيف نعمل البيبي كريمز. البيبي كريمز هي كريمات استاند البيوتي بالم او بلسم الجمال. هي عبارة عن كريمات تعمل على ترطيب وتغذية وتصحيح عيوب البشرة، تحتوي على نسبة عالية من كريمات الترطيب، وبتحتوي على مضادات الأكسدة، وبتحتوي على مواد تساعد على تفتيح لون البشرة. غالبا بتكون فيتامين سي اللي هو بيغذي البشرة، وفي نفس الوقت بيعمل على تفتيح لون البشرة. بس مشكلتها الوحيدة ان هي بتحتوي على نسبة بسيطة من واقي الشمس، واول ما كان فيها واقي الشمس اللي هو سان سكرين او سان بلوك، بس ريسنتلي بدوا يضيفوا لها واقي الشمس. فنحن لما هنيجي نعمل البيبي كريم هنستفيد من بعض العيوب اللي نحن انا لاحظتها عموما في البيبي كريمز اللي بتتباع في الصيدلية، انه غالبا انه اللون ما بيناسب لون البشرة. ثاني حاجة انها هي بتتأكسد مع الوقت. ثالث حاجة انه هي ما بتناسب كل انواع البشرة. فانا هنا عندي علبة، جبت علبة فاضية، وهستخدم البودرة، بودرة وجه، البودرة الشفافة او البودرة العادية اللي هي اللوز. هستخدم بودرة هي بتناسب لون البشرة، يعني هشوف البودرة المناسبة معايا. تمام، انا بفضل للناس اساسا بشرتهم دهنية يستخدموا البودرة اكتر من انهم يستخدموا فاونديشن. في ناس بيعملوا البيبي كريمز بالفاونديشن، ودي بفضل يعملوها ناس بشرتهم جافة. هستخدم كريم ترطيب بيبانثين في البيبي كريم. كريم الترطيب اللي انا هستخدم في البيبي كريم هو بيبانثين، هو كريم بينصحوا فيه الدكاترة الجلدية، وهو كريم مرطب للبشرة. ترطيب البشرة هستخدم واقي الشمس من نيتروجينا في عامل حماية 100%. هنا خلطتهم كلهم مع بعض، بس انا بفضل انكم انتوا تبدوا تخلطوا كريم البيبي ثين مع واقي الشمس، بعدين تبدوا تضيفوا البودرة شوية شوية عشان تقدروا تتحكموا من المزج، وتتحكموا من الكمية اللي انتوا حاسينها حتكون مناسبة لبشرتكم. وهستخدم مضاد الأكسدة فيتامين اي، هضيف شوية دروبس من الفيتامين اي، وممكن كمان لو حابين تعملوا تفتيح تضيفوا دروبس من فيتامين سي. كده البيبي كريم صار جاهز. انا عن نفسي قبل ما انزل الفيديو عملت البيبي كريم، بدأت استخدمه، حسيته جدا مناسب للبشرة. حسيت انه الفينيشن بيجي علامات، حسيت انه هو ما بيتأكسد، يعني ما بيغمق لون البشرة، ما بتكون بشرتي ماشية على رمادي. بديني اللوك اللي انا عايزاه اللي هو الفريش لوك، في نفس الوقت تغطية خفيفة، حاسة انه بشرتي قاعدة تتغذى. في نفس الوقت انا ما اقدر اخد على طول في دواماتي فاونديشن لانها هتزيد الضرر على البشرة حقتي. فأنا دايما بنصح بالبيبي كريمز. وبعد ما عملت هذه البيبي كريمز، يعني بعض المشاكل اللي كنت بلاقيها في البيبي كريمز تقريبا يعني اعتبرها قلت، او خلاص ما عندي مشكلة في البيبي كريمز. بس في نقطة، يعني انتوا حاولوا يعني تشوفوا المركب، يعني البودرة المناسبة ليكم، الفيتامين اللي حابين تحطوها. اذا انت بشرتك جافة انا بفضل انك يعني تزيدي كريم الترطيب. ممكن ما تستخدموا البيبي ثين، ممكن تستخدموا اي كريم ترطيب. لو انت بشرتك جافة وعندك كريم ترطيب حاساه مناسب معاكي ممكن تستخدميه. انا استخدمت البيبي ثين على اساس انه هو مرطب بيزك، يعني مرطب اساسي الكل ممكن يستخدمه ويحصل عليه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان اكبر كمية من الناس تجرب الفكرة وتستفيد من الفكرة. ومشاهدة ممتعة للفيديو، وفي امان الله فيديو جديد ان شاء الله.